هذا ممكن بحب يبلش اتوقع اني يلا وتحبون طبعا عالم الكره اكيد انا ثلاث اولاد وكلنا في الكوره انا قلت بتحكون شيء فاشن وبتعملوا هيك من قيمته بنت وهيك بس راح نبدا بالرياضه اختارت مجله فرانس فوتبول الفرنسيه قائمه باسماء اللاعبين اعتبرتهم افضل تشكيله عبر تاريخ كره القدم بحسب تصويت 140 صحفي حول العالم وضعت كل من لحظة خليكم وياي راح أقول أسامي هواية البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليون ميسي والظاهرة البرازيلية رونالدو في خط الهجوم فيما وضعت الإسباني تشافي هرنانديز والألماني لوتر ماتيوس في خط الوسط رفقة الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه بينما حدثت أسماء خط الدفاع في كل من حارس المرمى الاتحاد السوفيتي سابقا ليف ياشين والظهير الأيمن كافو وفرانس بيكن باور وباولو مالديني كظهير أيسر في مخلت هذه اللائحة من أسماء كبيرة أبرزها كانت مؤيد من السعودية قصدي زين الدين زيدان من فرنسا تدرب بعد كده صراحة ما بعرف كيف فيك تعملها هيدا كيف عملتها لعبتي هاي بما أن الكورة بالنص ورا من مرسومة بمخي كمان يا جماعة أعلن مسؤولين الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي أن أحدث جولة من فحوص الكشف عن كورونا اللي خضع عليها لاعبين وأفراد الأطقم الفنية كشفت عن 6 حالات إصابة جديدة بالعدوى وبعد النتائج أعلنت الحكومة البريطانية وضع لندن ضمن قائمة الإغلاق وبكده هترجع من غير جمهور اعتبارا من الجولة القادمة رجعنا مرة ثانية ما صدقنا متى بدأ الجمهور شوية يجي رجع مرة ثانية الله الحمد لله أنا عندي الخبر الثالث عندنا آخر تصريحات بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت حذر فيها العالم عن عودة وباء كورونا في عام 2022 إذا لم تتم مساعدة كل الدول على القضاء على الفيروس وإذا لم يتحقق تطعيم واسع في كل البلاد رجعنا مرة ثانية خلاص انه لا بدنا نطلع شوي خرجينا بقى من كورونا انا بعدني بمهمتي اللي هي انه اوسع حالي باخبار الرياضه كفو اوكي وخبر اليوم عن لاعب فوتبول كلنا بنحبه بلايف ستايل وهو كريستيانو رونالدو أكيد. اللي احتفل بالوصول للمباراه رقم 100 مع جوفنتوس عبر حسابه الرسمي على تويتر وكمان اعلن عن جول جديد له هو الوصول للهدف رقم 100 كمان مع جوفنتوس ممكن بس اصلح معلومه انت يعني اخبارك تجنن لا انا بدي اتعلم منك اكيد صلح لي انا اتعلم منك زين اسمها يوفنتوس 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 من الاول بعد يتكلم بالفرنسي لازم طيب نروح الخبر اللي بعده يلا لأنه تصدرت الإمارات قائمة فوربس كمقر إقليمي لأقوى 46 رئيسا تنفيذيا عالميا واشتملت القائمة على مجموعة من كبار القادة الذين حققوا العديد من الإنجازات والنجاح العالمي لشركاتهم جميل تقدرون تتخيلون حياتكم من دون جوجل؟ لا طبعا زين صار اكو عطل بجيميل وبكل الاشياء مال جوجل ويوتيوب والى اخره ولكن لان حلقتنا قصيره ما راح اقدر اتكلم عن هالخبر فلازم انهي الحلقه واليوم ننهيها بالفرنسي على مود لانا ما تزعل اورفوار نراكم ان شاء الله